الأخضر أمام حلم قرعة مونديال روسيا، الله يفكنا من المجموعة النارية. وبعد سنوات الرابطة تتفق على نظام أساسي وتكشف الموارد المالية. ورعاية الشباب ترفض الترشح الفردي لرئاسة الاتحاد وتبحث عن القائمة الأفضل. المنتصف مثل ما عودكم في إحصائية خاصة يكشف عن أكثر لاعب سعودي نال البطاقة الحمراء في تاريخ المنتخب السعودي.